وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أصدرت تقريرها بخصوص جائزة مصر للتميز الحكومي وتطوراتها مع الفئات الجديدة اللي تم إضافتها للجائزة في عام 2020. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف الرئيسي للجائزة هو تحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات اللي بتتقدم له، وده لتحقيق أهداف ورؤية مصر 2030 وتشجيع التنافس الفردي والمؤسسي مع نشر ثقافة التميز ومعايير الجودة في تقديم الخدمات.